نعم مشاهدينا الكرام، وإلى العاصمة بغداد، وينضم إلينا من هناك مراسلنا أحمد فيلي ليحدثنا عن آخر الأخبار والمستجدات في العاصمة الاتحادية. نعم أحمد، مساء الخير. نعم. نعم، شكرا لك زميلي إبراهيم، ومساء الخير. اليوم القضاء العراقي أصدر 13 حكما بالإعدام لإرهابيين متورطون بقضايا إرهابية تتعلق بأعمال إرهابية والانتماء لداعش ومحاولات تفجير وأعمال مسلحة أخرى. تأتي هذه ضمن سلسلة القضاء العراقي في حسم الدعاوى المتعلقة بالإرهاب وفق قانون الإرهاب، خاصة الذين ينتمون لعناصر تنظيم داعش والذين تورطوا بأعمال مسلحة سواء في العاصمة بغداد أو حتى المحافظات الأخرى. وهو أيضا أكد مجلس القضاء أنه مستمر في حسم هذه الدعوة، وأيضا من خلال الدلائل الموجودة والاعترافات الموجودة للذين تم إلقاء القبض عليهم في العاصمة بغداد وحتى المحافظات الأخرى، مع أيضا إلقاء القبض على شخصين في منطقة المحمودية أيضا ينتميان إلى تنظيم داعش وكانوا يرومون القيام بالأعمال المسلحة في العاصمة بغداد. أيضا يعني هنالك انخفاض بأسعار صرف الدولار في العاصمة بغداد مقابل ارتفاع في درجات الحرارة، خاصة هذه الأيام التي وصلت في بعض المحافظات إلى أكثر من نصف درجة الغليان. في العاصمة بغداد اقتربت من درجة الغليان 48 درجة مئوية، اليوم هي درجة الحرارة في العاصمة بغداد. وأيضا هنالك انقطاعات في التيار الكهربائي، يعني بسبب أيضا بحسب ما أعلنت وزارة الكهرباء بسبب عطالة وأعمال تخريبية تفجيرية يقوم بها عناصر تنظيم داعش في قضايا في أبراج نقل الطاقة الكهربائية الموجودة في المناطق البعيدة والنائية والتي تكون دائما هدفا سهلا للعناصر الإرهابية. أيضا سعر صرف الدولار هو يؤثر على السوق باعتبار أن اليوم هذا الانخفاض سوف يساهم على الأقل في حركة السوق وكذلك تقليل الأسعار على المواطن أو المستهلك، باعتبار أن أغلب السلع الغذائية هي مستوردة ويتعامل عليها بالدولار، وبأي زيادة في سعر صرف الدولار سوف يؤثر كثيرا على المواطن أو المستهلك العراقي بالدرجة الأساس وليس التجار وغيرهم. أيضا يعني بما يخص بالصحة، هناك اجتماع قريب للجنة الصحة والسلامة الوطنية يعتقد أنه سيكون في بداية الأسبوع المقبل لتدارس قضية ارتفاع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة في العاصمة بغداد وحتى المحافظات الأخرى، وأيضا ربما ستكون هناك إجراءات تجديدية أخرى باعتبار أن المواطنين حتى هذه اللحظة لا يلتزمون بالحظر الجزئي ولا إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس من خلال عدم وجود تباعد وإقامة الحفلات والمناسبات ومجالس العزاء، وهذه أيضا تكون بيئة ملائمة لانتشار الوباء بين صفوف أكبر عدد من المواطنين. وفي خبر أخير أود أن أضيفه، اليوم وزارة النفط قد أعلنت أنه لا توجد هنالك أي شحة أو مشكلة في تجهيز مادة البنزين المحسن أو العالي الأوكتاين، باعتبار أن في اليومين الماضيين في العاصمة بغداد تحديدا شهدت هنالك بعض المحطات خلوها من هذه المادة التي يزداد الطلب عليها خصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف في أغلب السيارات أو المركبات التي يستقلها المواطنون. لذلك هي طمأنت المواطن بأنه لا توجد هنالك أي أزمة، بل كانت هنالك عمليات فحص للجودة في المحطات وغيرها، وبالتالي لم تسلم هذه المحطات هذه المواد أو حصصها من هذه المادة، مادة البنزين المحسن عالي الأوكتاين، والآن بدأت عملية التسليم للمحطات تعبئة الوقود ولا توجد هنالك أي أزمة ولا توجد هنالك نية بإعادة رفع سعر اللتر الواحد من هذه المادة إلى 850 بعد أن خفضت الحكومة، هذا صار إلى 650 دينارا للتر الواحد من مادة البنزين عالي الأوكتاين. نعم أحمد، إن شاء الله ما راح يكون أي أزمة لا في بغداد ولا في أي محافظة عراقية. إذن زميل أحمد فيلي مراسل زاغروس في بغداد، شكرا لهذه الإحاطة.